ده دي قصة ثانية، أنا بس عايز أوضح معلومة وأرجع تاني، بس برجع لحضرتك تاني. إيه لو رحنا على الشغل بتاع الفايربيس هتلاقي فيه برايسنج. البرايسنج أنت يعني في عندك كذا بلان، هم مسمين واحدة اسمها السبارك بلان والبي أز يو جو ومش عارف إيه، ومدينك بقى إيه، تلاحظ إن في عندك اوثنتيكيشن مختلفة، بقى الحاجات العاديه التستنج والاناليتكس والديستريبيوشن والاندكسنج العادي ده مشترك في كل في الفريق في العادي. هتلاقي بعد كده عندك في الاوثنتيكيشن في عندك حجم معين من البيانات، يعني 10 كيلو بايت في المانث مثلا على حتت معينه وكلام زي كده. هنا مثلا هتلاقي بقى بالحساب بقى عشان يديك امكانيات اعلى، انت مش عايز بس تقفل نفسك على كميه صغيره، انت عايز تبدا تشتغل بقى بجد بقى، انت عايز حجم بيانات كبير، بتبدا تحاسب. يعني الستور الداتا هنا مثلا 1 جيجا وهتوقف معاك، تمام؟ اهو اه طبعا ها، يعني مثلا مديك في الدوكيمنتس تقدر ترايت 20 كيلو بايت في اليوم، وبعد كده بيقفل علينا في الفري، انت بتعملها للتيست بس، هي وشغاله معاك الدنيا زي الفل. لكن بعد كده هيحاسبك بقى، ده بيحاسبك ال 100 كيلو بايه؟ ب 18 سنت. فهمتني؟ الريد 50 بيديني 50 كيلو في اليوم، بس هنا عندك بقى ايه 100 كيلو بيدي بيحاسبك ب 6 سنت. اخر 6 سنت ايه ده؟ ما اقل من 6 سنت ده ما فيش تحتها بكتير. والديليت برضو بيديك امكانيات بحكم لك فيهم كلهم. فهمتني؟ كل واحده بايه؟ بسعرها. ده مين على الكلاود فاير ستور وهكذا. في الكلاود فانكشنز برضو مديك الامكانيات وكل واحده مكان. وفي الهوستنج وفي الماشين ليرنينج لو هتشتغل فاير بيز ماشين ليرنينج بيديك برضه امكانيات. وادي الريل تايم اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. يعني هتلاقي ان احنا الكونكشنز هنا عامل لك ايه سيمتينيوسلي كونكشنز، اللي هي عدد الايه اكتر من انستنس شغال، وفي في كونكرنت يوزرز كلهم شغالين في نفس الوقت، فمديني 100 واكتر من كده بيقفل. هنا مديني 200,000 كونكشن في نفس اللحظة، خد بالك من الفرق. كونكرنت كلهم في نفس اللحظة، في نفس اللحظة تمام. هنا بيخزن لك على الجيجا بايت ستورد الكونكرنت، يعني اليوزرز اللي في نفس اللحظة داخلين عددهم كام واحد، بيسبورت لغاية قد ايه، البيانات المخزنة كام بالجيجا بايت، هنا 1 جيجا بايت، هنا لغاية 5 جيجا بايت، 5 دولار للجيجا، 5 دولار على الجيجا. جيجا بايت داونلودد بتنزل قد ايه؟ 10 جيجا في الشهر، هنا عندك 1 دولار لكل جيجا واشتغل زي ما انت عايز. في اكتر من داتابيز على البروجكت الواحد، فكره ان اكتر من داتابيز جوه نفس البروجكت دي مش موجوده اصلا في الفري، مش متاحه في الفري، لكن فاتحينها لك في المدفوع. وهكذا الواحد بيفهم الحاجات اللي طبعا الحاجات دي ممكن تتغير كمان شويه، يعني هم اولاد لذينه مش قاعدين. لكن هكذا تفهم، انت تفهم انك تشترك في الفري بلان اللي احنا بنتكلم فيها، او بي از يو جو على تتحاسب على حسب ما بتستخدم، اللي هي البلاز بلان تمام. وكده طبعا بتشتغل بقى على الفكره دي، وتبدا تشوف بقى انت انه الامثل ليك. يعني مثلا هنا بيديك برضو هنا يعني زي كالكوليتر كده بتحسب لك لو انت بقى زودت بقى 7 جيجا هتكلفك كام؟ طب لو انا كنت وصلت لغايه ال 1 جيجا بس هيحسبها لي فري، فاهمني؟ طب لو انا في بيانات ترانسفير زادت بقت 100 جيجا في بتترانسفير في الشهر، قال لك هحسبها لك ب 100 دولار. يعني برضه انت ايه بيديك الكالكوليتر ده عشان تقدر تتخيل لو البيانات راحت معاك لغايه فين تطلع فلوس قد ايه؟ لان فكرتها اسمها بي از يو جو، تدفع على حسب استخدامك، مش بتدفع رقم وخلاص، استخدمت ما استخدمتش ما استخدمتش، فاهمني؟ هو عنده ببلاش ليه؟ وليه؟ وفي ناس على فكره عامله سيستمز، لا في ناس شغاله، في ناس البيزنس شغاله على الحته دي، بس هي عامله يعني بروجكت صغير اصلا مش كبير ولا حاجه، وشغالين على قديه وخالص، ما بيكملوش 1 جيجا ولا كلام من ده، شغل بسيط وشغال، وبيقدروا في حدود الفري، خلاص في حدود الفري انت ماشي شغال حال، ماشي الحال، فاهمني؟ وخلاص مش ماشي معاك الحال، بتبدا واحد يقوم قايل لك انا بعمل اكونت على يوزر نيم، وبعمل اكونت على يوزر نيم، الناس اللي هي بقى شغل المصريين الغلابه ده.
يقوم قال لك دبيز على اكونت ودبيز على اكونت تاني وبيبعت هنا وقت ما هنا، ودي حاجات بتتبعت على دي وحاجات بتتبعت على دي والابلكيشن بيهندل في ناس. لكن هو دي الامكانيات الموجوده عنده في الفري، ودي الامكانيات الموجوده عنده في المدفوع، وانت بتشوف ايه اللي بيناسبك وبناء عليه بتبدا ايه تشتغل.